زعلان مني بس ترى صارت كلش ماسخه. يعني اني جاب لي هديه جي جلاس واني ودي اشوفوكم البنات. اني قلتها؟ لا لا انت بس دقيقه. انت قلتي شغله، انت قلتي شغله. اوكي اني انا ما قلت، انا ما قلت. لا انت قلتي واحد من النقاط، انا حمايه يمشون وراي. لا 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 طلع لي اللقاء، طلع لي اللقاء. هذا اللقاء مو رمضان، هذا رمضان الفات. اعرف المقدم سالني سؤال، قال لي عسل عندك حمايه لان اكو فيديو مو اني هم نزلته، اني ما اتحاسب اليوم على فيديوهات مو اني انزله. نعم. فيديو ولد وياي قام صور، قال مقطع يعني للفكاهه، بس عسل من تطلع لقاء تطلع وياها ثلاث سيارات. هذا حكي احنا كانوا رمضان، احنا بدنا نخلص اللقاء من بعدها نروح نستحر نلعب محابس وما ادري ايش، وهي اشياء رمضان اللي ناس متعوده. نعم. عليها. نعم. تمام. هذا الفيديو نزل، فمحمد الافندي ايش قال بوقتها؟ قال عسل صدق عندك حمايه، لان هو بالمقطع شو انذكر؟ انذكر عسل بس من تطلع هل قد عندها سيارات، شنو عندك حمايه انت؟ ايش رديتي انت؟ ايش رديتي؟ انا ايش قلت له؟ قلت له انا ما عندي حمايه بس ما اطلع وحدي. جيد. وبالفعل جيد. عسل. اليوم هسه انت عسل. تطلع ويا صديقك اليوم، هذا حمايه تطلع لا. ويا صديقتك. لا. عسل عسل بس اكو نقطه. هذا كان ردي.